يومين على القمح وعلى الناس اللي عندهم مساحات من القمح وهم ما عندوش حيازة زراعية، وطلبت انه هؤلاء كمان لهم حق انهم يتقدموا كمان انه الوزارة تاخد منهم الحصص بتاعتهم، لان هم عايزين يوردوا يقوم بعملية توريد للقمح، وبالتالي هم يستفيدوا واحنا نستفيد، وخاصة عندنا النهاردة الصوامع موجودة وعندنا مساحات كثيرة جدا نقدر ناخد اكبر كميات حتى لو 10 مليون طن. دكتور؟ ايوه اهلا وسهلا. سمعت حضرتك السؤال؟ ايوه. ايه العمل؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه طبعا لتوريد القمح هذا العام، طبعا احنا زي ما بنقول هو توريد اجباري بحوالي 12 عداد للفدان حد ادنى، ومن يرغب في توريد كامل الانتاج يا مرحبا به. طبعا بالنسبه ل يعني الحيازات سواء كان تحت محيزه او غير محيزه، كله مزبوط في داخل الجمعيات الزراعيه وفي الادارات الزراعيه، وبالفعل تم انجاز هذه المهام وتم حصر الكشوف بالكامل لكل فدان او كرات قمح منزرع في الدوله المصريه هذا العام، اللي هي سجلت اكبر مساحه يعني في مصر هذا العام، تخطت 3,659,000 فدان سواء اراضي محيزه او غير محيزه، والتوريد مفتوح للجميع. كويس اوي. وفي الحصر بيشمل الجميع. كويس اوي. لان طبعا بعد اتمام عمليات التوريد هذه الكشوف سواء كانت حاصل بحيازات او من غير حيازات سترجع مره اخرى الى الجمعيات الزراعيه او الادارات الزراعيه، هيتم فحصها بالكامل لتحديد من قام بالتوريد والالتزام ومن لم يقوم بالتوريد وعدم الالتزام. من قام هعمل ايه ومن لم يقم هعمل ايه؟ الدولة المصرية كما نعلم جميعا ان هي بتقدم الاسمدة المدعومة للفلاح المصري. وبالفعل وهذا العام بالذات كان هناك سبق للحكومة المصرية او للدولة المصرية في اعلان اسعار متميزة لأردب القمح. نعم. في 10 نوفمبر الماضي 21 تم إعلان أول مرة في تاريخ مصر أن يعلن أسعار القمح مسبقا قبل ما نعلم بأي أحداث، صح، برفع سعر الأردب ب 100 جنيه من 720 جنيه إلى 820 جنيه. نعم. وفي الأسبوع الماضي بتوجيهات من فخامة رئيس الدولة أن لازم أن نحن أيضا مرة أخرى على الفلاح المصري لتعظيم الاستفادة وزيادة الربحية للمزارع حتى يتمكن من تحمل أعبائه بحافز إضافي على الأرداب يقدر بحوالي 65 جنيه. يعني بإجمالي كده ما تم إضافته هذا العام لسعر الأرداب حوالي 165 جنيه، ليصل سعر الأرداب 885 جنيه هذا العام. طبعا احنا قلنا في اجراءات متاخده من معالي وزير التموين الدكتور علي مصلحي. نعم. وكمان اجراءات مشدده من معالي وزير الزراعه السيد القصير بان يكون هناك ملحمه ان شاء الله في توريد محصول القمح. طبعا بالاضافه لكل هذه المميزات احنا عارفين كمان او في ثقافه دلوقتي في الريف المصري معروفه ان هو الحكومه دلوقتي بتاخد هذا القمح باسعار عادله ومجزيه للفلاح، ونعلم تماما ان هذا الخبز سيتحول، هذا الحبوب تتحول الى دقيق والدقيق يتحول الى خبز ويعود مره اخرى لشريحه كبيره لكل المواطنين المصريين ومنهم اخواتنا المزارعين. الرغيف الواحد انت بتوفر عليه يوديه الطحن لا انت بتديله، لا بتاخده منه وترجعه له عيش جاهز ومدعم ينقص عن ثمنه الحقيقي 10 مرات. نعم. فهي ديت يعني بتعتبر الملحمه الكويسه بصراحه، وانا من فلاحين ونزلت في وسط الفلاحين فالحمد لله عندهم هذا. فطبعا بس لازم كما تمد الدوله يد الدعم لاخواتنا المزارعين، يجب على اخواتنا المزارعين ايضا يد ايديهم الى الدولة المصرية وخاصة في هذه الظروف، ولازم يكون هناك نوع من الثواب والعقاب
زي ما قلت لسعادتك مسبقا، سواء كانت الارض محيزه او غير محيزه فهي مرصوده في كشوف ومعروفه ومعلومه، وتسلم هذه الكشوف من وزاره التموين بعد نهايه موسم التموين لمراجعتها مراجعه دقيقه لاعطاء كل ذي حق حقه. دكتور عباس وحضراتكم كمان عاملين تسهيلات للناس، بتعملوا نقاط معينه، نقاط تجميع وعمليه نقل، يعني بتعملوا كمان تسهيل للناس اللي عايز يورد القمح بتاعه. طبعا حضرتك هذا العام كان معالي وزير التموين عمل ازيد من 5 اجتماعات متتاليه بخصوص توريد محصول القمح، وتشارك ايضا وزاره الزراعه في هذه الاجتماعات. اول شيء تم اضافته هذا العام زياده نقط التجميع. نعم. زي بمعنى اخر قرب نقط التلامس ما بين مكان التجميع وما بين التجمعات او تمركز زراعات القمح حتى لا يكون هناك اعباء في النقل على الفلاح، ونبعد بقدر الامكان الوسيط او التاجر الوسيط ما بين الفلاح الى اماكن التوريد، حتى يكون المردود الكلي للمبالغ التي تصل دعما لاخواتنا المزارعين تصل مباشرة إلى الفلاح ولا تضيع ما بين الفلاح ونقاط التوزيع نقاط الاستقبال الرئيسية بيد التاجر الوسيط. فالسنة دي إن شاء الله في منظومة كويسة، كما رأينا أيضا في ال4 سنوات الماضية يعني في نهضة كبيرة جدا في وزارة التموين هيئة السلع التموينية بإنشاء يعني زي ما بيقولوا صوامع معدنية كبيرة جدا، وتأهيل ورفع كفاءة البناكر وأماكن التخزين والهناجر، والابتعاد تماما عن جمع المحصول في شون ترابية. لا لا، الشون ده احنا عاملين تقرير النهاردة من محافظة المنوفية في وسنة، اللي كان شونة زمان النهاردة بقى صوامع، بقى صوامع تاخد تقريبا 5000 طن في منطقة اللي كان يعني الهدر أكتر من نسبة 25-30% كمان النهاردة بتحافظ على كل حباية. حضرتك طبعا بوجود هذه الاساليب ورفع كفاءه هذه الاماكن لاستقبال هذه الاقماح والحفاظ عليها من الجوده وتقليل الفاقد ووضع معدل توريد لعلبه المحصول بالكامل وهذا مفتوح او بحد ادنى 12 اردب للفدان، يعني بمعدل تقريبا يعني الكرات الواحد يعني نص. دكتور عباس، دي الصوامع اللي احنا بنعرضها اللي هي حضرتك بتتكلم عليها الجديده لسه. أيوة لم تفتتح دي، اهي بيجهزوها عشان تبقى جاهزه لموسم القمح الحصاد ان شاء الله. طبعا هذه الصوامع دي منتشره على مستوى المحافظات تقريبا، عشان تقريبا توصل ل 300 الف طن كمان زياده تستوعبهم. حضرتك يعني بيعتبر يعني في نهضه كبيره جدا طبعا غير مسبوقه في هذه اماكن التخزين وبالذات الصوامع المعدنيه، لان دي طبعا احنا كله ما قللنا الفاقد في عمليات التخزين، وكذلك بنحافظ على جوده الحبوب والاقماح التي تتحول فيما بعد الى غذاء للمواطن المصري، فكلها بتدور حوالين توفير في الكميات حفاظا على صحه المواطن المصري، وامتداد كل ما كان عندي ساعات تخزينيه عاليه صح. بيكون ده استراتيجي على المدى الطويل داخل الدوله المصريه، وتقليل كبير جدا في الفاقد او الهدر اللي كان بتتعرض سواء للشؤون الترابيه او للطيور او لخلافه من عوامل التعريف. دكتور عباس الشناوي بشكرك، رئيس قطاع الخدمات الزراعيه بوزاره الزراعه، شكرا لحضرتك. زي ما حضراتكم بتشوفوا